مرحبا بكم السيد وزير الداخلية، وأتوجه بالتحية إلى قواتنا المسلحة على الجهود التي تبذلها أنا الليل وأطراف النهار في كل مكان للتصدي لكل أنواع الجريمة وللتصدي لكل من يحاول المس بالأمن القومي التونسي. نحن في مرحلة انتخابية، الانتخابات ليست حربا بل هي موعد يتجدد في مناسبات محددة تبقى ما يضبطه الدستور. ما يلاحظ اليوم ليس حملة انتخابية قبل موعده المحدد بالقانون، بل حملة ضد الدولة التونسية وضد الشعب التونسي، وحملة تدار من الخارج عن طريق هذه الصفحات المدعومة أو ما يعرف بالصفحات المدعومة من الخارج والمأجورة من الخارج، ولكنها لن تربكنا أبدا. ثم قبل ذلك الشعب التونسي والحمد لله تعالى أظهر وعيا غير مسبوق سيسجله التاريخ بأحفة من ذهب، وهذا الوعي أقوى من كل الصفحات أو ما يسمى بالصفحات، وسيلقي بها الشعب التونسي في مزبلة التاريخ. وهذا الوعي أقوى من كل المضادات أو ضد كل الفيروسات. وليكن الأمر واضحا أن الدوائر التي تلتقي في تونس وخارج تونس معلومة، وليكن الأمر واضحا للجميع أيضا أن الشعب التونسي لن يقبل أبدا بأن يكون على رأس الدولة التونسية خائن أو عميل. هذا الذي يستعد لتوقيع أو يحلم بتوقيع معاهدة جديدة للحماية أو الوصاية أو الانتداب.